هذا سائل يقول: من يدعي أنه رأى الله وملائكته في المنام ويكتب التمائم للناس ويعمل ما يعمله الصوفية، هل تجوز الصلاة خلفه؟ وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل معه؟ هذا خرافي، لا يجوز أنه يصلى خلفه ولا أن يكون إمام للناس ولا قدوة للناس. اللي يطلب من الناس هذه الطلبات أنهم يعظمونه وأنهم ويقول أنا رأيت الله ورأيت الملائكة، يطلب من الناس أنهم يعظمونه، وأن هذا خرافي سيء العقيدة،